السبب الحقيقي وراء استمرار مسلسل اتصل بوكيلي بالرغم من النسب الضعيفة. مرحبا بكم مشاهدينا، وبالرغم من أن مسلسل اتصل بوكيلي كان جميلا جدا في بداياته، إلا أنه الآن أصبح ضعيفا جدا، وأكبر دليلا على ذلك هو استضافتهم لشخصيات قد يكونوا غير معروفين لدى البعض، أي أن شهرتهم ضئيلة. ومنذ الحلقة الأولى من مسلسل اتصل بوكيلي كان المسلسل يتضمن العديد من الحوارات التي تتنبأ بمستقبل المسلسل. فمثلا توقعوا بأن يصبح مسلسلهم عبارة عن مسلسل صيفي، ولا يخفى عن الجميع بأن هذا ما حدث فعلا. ثانيا، عندما تم الترويج للمسلسل في المعارض الرقمية في شهر سبتمبر من العام الماضي، أوضحت الشركة المسؤولة عن بيع حقوق المسلسل وبالاتفاق مع شركة القمر بأن المسلسل مبدئيا سوف يتكون من 75 حلقة، وكل حلقة سوف تكون مدتها 45 دقيقة، ذلك وتباعا لنظام البث العالمي. وفعلا قد قامت بعض القنوات من مختلف الدول بالدفع مقدما لهم للحصول على حقوق بث الحلقات المذكورة، إلا أن المفاجأة كانت بتراجع نسب مشاهدة المسلسل في تركيا، ذلك ومنذ الحلقة العاشرة، مما أدى إلى انسحاب المعلنين، ليكون الحل الوحيد لدى شركة الإنتاج هو الاستمرار بعرض المسلسل على نفقتهم وبقيمة إنتاجية أقل، مستضيفين نجوما ذو شهرة ضعيفة، حيث أنه لم يبقى لهم خيار آخر عندما التزموا بالعقود مع مختلف القنوات الدولية. وأخيرا أوضح كتاب المسلسل من خلال آخر حلقة عرضت بأن مسلسلهم سوف ينتهي بعد 5 حلقات، أي أن الحلقة 47 هي الأخيرة.